بعد المجهود المضني والجهد الكبير اللي قاموا بيه سواء اللعيبة أو المدربين أو العمال أو أولياء الأمور، جه يوم جميل بسيط بدون أي تكلفة زي ما أنت شايف، في حب وفي ود وفي إخاء لتكريم الأولاد اللي بذلوا هذا الجهد وتكريم المدربين وتكريم العاملين. والحقيقة إن الأولاد دي عملت مجهود رائع السنة دي وبذلوا جهد كبير جدا حبا في اللعبة وحبا في النادي الأهلي، والشكل العام بتاع الأولاد على مختلف المراحل يبشر بالخير إن في عناصر واعدة وإن في عناصر مميزة، وإن شاء الله بجهد هؤلاء المدربين والإداريين والعمال هنقدر إن شاء الله خلال السنوات القادمة إن احنا نفرغ للفريق الأول ونفرغ لمصر مجموعة رائدة وواعدة ومميزة من هؤلاء اللاعبين الناشئين، بحيث إن الهدف الأساسي إن النادي الأهلي ما يشتريش لعيبة من برة ويبقى قوام الفريق الأول على الأقل من 80-90% من أولاده، لأن أولاده اللي شربوا، أولاده اللي حفظوا هذه المبادئ، أولاده اللي تربوا على هذه المبادئ وبما يميزها من أخلاق وتربية وروح قتالية غير عادية، بإذن الله في السنوات القادمة هنشوف هذه النتائج ملموسة بإذن الله. إن شاء الله هذه القاعدة بتزيد في القوة بالدعم المستمر لفرق القطاع، يعني كل سنة على الأقل بيدخل عناصر مميزة لكل فريق من 3-4 لعيبة، فبإذن الله في خلال 2-3 سنين هتلاقي هذه الفرق واقفة كمان على رجلها أكتر، العناصر الواعدة زادت، تدربت، نضجت، ابتدت تفهم كل خبايا ومن خبايا التدريب، من خبايا التمثيل المشرف، من خبايا النواحي الأخلاقية والتربية والمبادئ اللي احنا كلنا بنعمل على بثها سواء للمدربين أو الإداريين أو اللاعبين الصغار. أهم مبادئ النادي إن كل عائلة لها كبير، وكل قطاع له كبير، وكل مجلس إدارة لها كبير، والحقيقة لو إن احنا رسخنا هذه المبادئ اللي موجودة أساسا في النادي الأهلي، إن اللي بيبقى لنا كبير بنحترم هذا الكبير، بنسمع كلام هذا الكبير، بنخليه في الصورة الرائدة اللي بيها لازم يبقى كبير. لو عملنا هذا الكلام صدقني هتلاقي كل ولد صغير لاقي كابتن فرقته بيحترمه، كل كابتن فرقة بيلاقي الإداري والمدرب بتاعه بيحترمه، كل مدرب من المدربين بيلاقي رئيس قطاع بيحترمه، كل رئيس قطاع بيلاقي فيه مجلس إدارة بيحترمه، مجلس الإدارة بيلاقوا ليه رئيس نادي كبير بيحترمه. من هذا المنطلق هتقدر تنفذ سياسات النادي بما تحتويه من مبادئ ومن تربية ومن أخلاقيات ومن أسس ومن لوائح ومن قوانين، وبالتالي الناس كلها بتحسدنا على مبادئ النادي الأهلي، مش عارفين إن ده بيجي من السن الصغير. لو السن الصغير ده إن شاء الله ماشي زي ما هو ماشي كده ما تخافش على النادي الأهلي أبدا إن شاء الله في الفترات القادمة.